هل تريد معرفة ما بداخل النفوس؟ ستسمعها في وسط المزاح. كل ما عليك هو التركيز قليلا. سافر ولا تخبر أحدا، كن سعيدا ولا تخبر أحدا، عش قصة حب صادقة. فالناس يفسدون الأشياء الجميلة. لا تحزن على شيء قد فقدته، فربما لو ملكته لكان الحزن أكبر. هل تريد الموت؟ ألقي بنفسك في البحر، ستجد أنك ستصارع لتعيش. أنت لا تريد الموت، ولكن تريد قتل شيئا ما بداخلك. ما يؤلم الإنسان أن يموت على أيدي من يقاتل من أجلهم.